للمزيد من التفاصيل حول ملف التظاهرات ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء. أستاذ عبد القادر، عشية انتهاء مهلة ثوار تشرين للسلطات الحكومية، ما مدى تأثير هذا التصعيد السلمي على السلطات للرضوخ والاستجابة لمطالب الثورة؟ الطوفان البشري الذي حصل اليوم والشريان الرئيسي للثورة من خلال الطلاب والجامعات، انعطافة كانت مهمة تماما لهذا اليوم بعد التهديدات والوعود في قمع التظاهرات بطريقة واضحة تماما، وبعد حقيقة أحداث كثيرة مرت على العراق تؤكد على أن المتظاهرون يعلمون أن حكومة التضليل والكذب والتدليس لا يمكن لها أن تستجيب لكل مطالب المتظاهرين، وبالتالي عملية التصعيد هي نتيجة فعلية لأعمال هذه السلطة التي اتخذت طريق الولاء الكامل لإيران، وبالتالي الخطوات القادمة هي خطوات انتقالية ذات تصعيد سلمي وفق القوانين الدولية، حتى قطع الطرق هي ضمن القوانين التي يمكن أن تعتبر من الاحتجاجات السلمية بطريقة واضحة تماما، وحتى منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا بهذا الخصوص أن قطع الطرق هي ضمن الاحتجاجات السلمية، وبالتالي التصعيد القادم هو المرحلة المهمة في انعطاف الثورة من أجل إسقاط العملية السياسية. نعم، على غرار هذا التصعيد أستاذ عبد القادر، ما هي الخيارات المتاحة للمتظاهرين أمام التعنت الحكومي؟ بالتأكيد كثير هي الخيارات، وبالتالي فاجأ المتظاهرون من خلال إعطاء العمود الفقري وهي الناصرية القيادة لهذه المرحلة، وبالتالي واحدة من الملامح المهمة هي قطع الطرق وعزل المحافظات بطريقة العصيان المدني، وهذه مرحلة انتقالية مهمة. هناك مراحل أخرى تتمثل بغلق دوائر الدولة، ورأيتم بعض الدوائر تم حقيقة فرض عليها الإغلاق الكامل وهو نوع من العصيان المدني السلمي، بالتالي هناك عمليات تصعيدية لا يريد المتظاهرين الفصح عنها الآن، وهي ستفاجئ جميع الطبقة السياسية الحالية. هذه التصعيدات حقيقة حتى تسير التظاهرات في مسيرة، لأن هناك مخططات كبيرة من هذه المخططات ما يسمى بالتصعيد أو التظاهرات الحكومية والميليشياوية في الجمعة القادمة، هناك خطط لإيران لقمعها، وبالتالي هناك أيضا خطوات للمتظاهرين لوئد هكذا تصرفات وهكذا خطوات، فبالتالي خطوات المتظاهرين ستكون متنوعة لكنها ستكون حقيقة قاسية على كل الطبقة السياسية، وبالتالي وصلنا إلى طريق لا عودة مع العملية السياسية من قبل المتظاهرين الشعب. نعم، على مدى الأشهر الأربعة الماضية لم توقف الحكومة آلتها القمعية وكذلك الميليشيات، ما السبل الممكنة لحماية المتظاهرين على الأقل في الساحات؟ المتظاهرون ينبغي عليهم أن يشكلون لجان شعبية لحمايتهم، وهذه حقيقة لابد أن تفعل، لا سيما أن الاغتيالات ازدادت وعمليات الخطف كانت واسعة تماما على المتظاهرين، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك قوات محدودة من المتظاهرين بطريقة شعبية على أسس مناطقية ترصد جميع تصرفات الميليشيات حتى يمكن حماية الناشطين ويمكن حماية التظاهرات من عمليات الاغتيال وغيرها، وبالتالي الاعتماد على النفس بطريقة واضحة تماما هو السبيل الأنجع للمتظاهرين، لأن هناك لا يوجد هناك تحرك أو ضغط دولي، هناك تصرف للميليشيات بطريقة واضحة في منهج القتل، وهذا أصبح معلوما، الحكومة هي تغطي كل عمليات القتل لأنها تقادم الميليشيات وتدفع بهذا الاتجاه من أجل الإحداث أكثر عدد، وما رأيناه اليوم في ساحة الطيران أو في جسر محمد القاسم أو ما فعلته ميليشيات العفاء في محافظة بابل واضح تماما، وازدياد الاغتيالات والخطف في الأيام الماضية مستمر، لذلك حقيقة الاعتماد على تشكيل قوات من المتظاهرين شعبية عشائرية مناطقية تعمل على رصد وحماية التظاهرات دون الاعتداء على أي كوادر أو على أي قوات أخرى هو الأساس في حمايتهم بهذا الإطار. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.